بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة تطوير للخدمات التعليمية ترحب بكم وتقدم لكم درسا من دروس اللغة العربية المستوى السادس المسار العلمي للصف الثالث ثانوي الفصل الدراسي الثاني، وعنوان درسنا هو الدرس الرابع من الكتابة الوظيفية بعنوان الكلمات المحفلية. يعد هذا الدرس ويقدمه محدثكم إبراهيم عبد الله الفهيد. نبدأ على بركة الله. سنتعلم اليوم ونتعرف على أنواع الكلمات المحفلية، ونبين العناصر الفنية للكلمات المحفلية، ونذكر خطوات كتابة الكلمات المحفلية، ونوضح المهارات اللازمة لإعداد الكلمات المحفلية، وأخيرا تتقن عزيزي الطالب مهارات كتابة الكلمات المحفلية. تمهيدنا يتحدث عن مفهوم الكتابة الوظيفية، فقلنا بأنها نصوص كتابية ينتجها الإنسان. لماذا ينتجها الإنسان ولماذا يكتبها؟ لأداء مهام عمله، أو لجلب مصلحة، أو دفع مشكلة، أو المحافظة على علاقة. هذا مفهوم عام للكتابة الوظيفية. تحدثنا أيضا عن أمثلة للكتابة الوظيفية، فتكلمنا سابقا عن الرسائل الإدارية وكذلك التقارير والمحاضر، واليوم إن شاء الله سنخصص الحديث ودرسنا هو عن الكلمات المحفلية، ومستقبلا سنتحدث عن العروض والإعلانات إلى آخر ذلك. ذكرنا وعرفنا الرسائل الإدارية بأنها رسائل ترسل إلى مسؤول أو دائرة حكومية أو مؤسسة تجارية أو غير ذلك. كذلك تعرفنا على مفهوم التقرير، وقلنا بأنه نوع من أنواع الكتابة الوظيفية يتضمن جمع قدر من الحقائق والمعلومات حول موضوع معين بناء على طلب محدد أو غرض مقصود. كذلك تحدثنا وبينا مفهوم المحاضر، وقلنا أن المحضر أو محضر الاجتماع هو تسجيل كتابي بمعنى توثيق لما يدور في الاجتماعات لمناقشة قضية ما، أو إصدار قرارات، أو الاطلاع على أعمال يتولى ذلك أحد الحضور ويسمى مقرر الاجتماع. ننتقل إلى الدرس الرابع من الكتابة الوظيفية وهي الكلمات المحفلية، فنريد أن نذكر ما أنواع الكلمات المحفلية. نحن نعلم أن المناسبات الكبيرة تبدأ وتختتم بحفلات خطابية يلقي فيها المسؤولون والمشاركون كلمات افتتاحية وختامية تعرف بموضوع المناسبة وأهدافها وأعمالها ونتائجها. ونحن نشاهد ونسمع مثل هذه الأحداث، ومنا من شارك في بعض الاحتفالات أو المناسبات خصوصا في المدارس. فنريد الآن أن نبين ونتعرف على الكلمات المحفلية، أنواعها وعناصرها إلى آخر ذلك. فنبدأ أولا بأنواع الكلمات المحفلية. ما أنواع الكلمات المحفلية؟ نقول هناك الكلمات الافتتاحية وهناك الكلمات الاختتامية. الكلمات الافتتاحية بالتأكيد هي تلقى في بداية الحفل للترحيب براعي الحفل والحضور والمشاركين والتعريف بالمناسبة أو بمناسبة الحفل. أما الكلمات الاختتامية هي بمثابة الغلق والتلخيص. لماذا؟ لأنها تلقى في آخر الحفل، فلذلك سميت الكلمات الاختتامية، فهي بمثابة الغلق والتلخيص لما يجري في هذه المناسبة وما توصلت إليه من نتائج وما تحقق
من أهداف. ما العناصر الفنية للكلمات المحفلية؟ نبدأ أولا بالعناصر الفنية للكلمات الافتتاحية، وهي التي الترحيب براعي الحفل والحضور والمشاركين والتعريف بالمناسبة. فتبدأ أولا بالمقدمة، ثم بعد ذلك تنتقل إلى العرض، وفي الختام هناك ما يسمى بالخاتمة. على ماذا تشتمل المقدمة؟ وعلى ماذا يشتمل العرض؟ وعلى ماذا تشتمل الخاتمة؟ المقدمة تشتمل مقدمة الكلمات الافتتاحية على التوجيه، فالتوجيه تسمية راعي الحفل مع مراعاة ترتيبهم بحسب درجات أو بحسب درجاتهم الوظيفية. بعد ذلك التحية، وهي الترحيب برعاة الحفل والحضور، هذا ما تشتمل عليه المقدمة. بعد ذلك تنتقل إلى العرض، فالعرض تذكر فيه تعريفا بموضوع الحفل، وتبين أسباب إقامة الحفل وأهدافه، وذكر الأعمال والفعاليات التي ستتم أثناء الحفل، وتذكر بعد ذلك وتبين النتائج المرتقبة من إقامة الحفل. بعد أن تنتهي من العرض تنتقل إلى الخاتمة، فتذكر فيها تشكر فيها رعاة الحفل على تلبية الدعوة، وشكر المشاركين في الحفل، وشكر القائمين على تجهيزات الحفل، وتمني التوفيق للحفل، والتحية الختامية. بهذا تكون قد استوفيت الكلمات الافتتاحية التي تلقى وترحب في بداية الحفل. بعد أن انتهينا من العناصر الفنية للكلمات الافتتاحية، أيضا لابد أن نذكر العناصر الفنية للكلمات الاختتامية، وهي بمثابة الغلق والتلخيص، والتي تلقى في ختام ونهاية الحفل. فالعناصر الفنية هي نفس العناصر للكلمات الافتتاحية، ولكن تختلف على ماذا تشتمل، فالمقدمة والعرض والخاتمة. على ماذا تشتمل المقدمة؟ نقول تشتمل المقدمة الكلمات الاختتامية على تسمية رعاة الحفل، وكذلك الترحيب برعاة الحفل